هذه قصة لا تهرب لم أكتبها في بداية الكتاب، وإنما كتبتها في أواخر قبل الطهر بقليل. قصة لا تهرب هي في حقيقتها لم تكن في هذه الأحداث، وإنما قبل اندلاع الثورة بستة أشهر، عندما بدأت الحملة الأمنية لاعتقال الرموز في البحرين في شهر رمضان. كنت في ذلك الوقت في البحرين، وكنت مع الأستاذ عبد الوهاب حسين. فكان الأستاذ عبد الوهاب حسين عنده ندوة في منطقة الماتية، وكنت حاضرا في هذه الندوة. بعد الندوة في الماتية خرجنا وذهبنا إلى كرزكان، كان يوجد لنا لقاء مع علماء كرزكان، ونحن كنا وفد من تيار الوفاء، فالتقينا بعلماء كرزكان. في تلك الليالي كان كل ليلة خميس وكل ليلة جمعة يتم مداهمة منازل النشطاء والقيادات في البحرين ويتم اعتقالهم. في تلك الليلة كان يصادف ليلة الجمعة، فأنا عندما انهينا اللقاء مع علماء كرزكان مسكت بيد الأستاذ عبد الوهاب حسين وقلت له لا تعود إلى منزلكم، وتوقع أنه هذه الليلة يداهمون منزلكم ويعتقلونك يعني. فأنا أقترح عليك أن أنت بيتنا وتنامي أنا في البيت، ما تروح بيتكم. فهو ابتسم وامتنع يعني، قال لا ما أجي. فأنا أصريت عليه، قلت له أستاذ الساحة بحاجة إليك وتعال البيت. والصباح صباح، فبعد إصراري وإلحاحي على الأستاذ هو قال لي هذه الكلمة، قال لي القيادات والرموز والعلماء ليس من المناسب أن يهربوا، بل عليهم أن يثبتوا ويقفوا ويتحملوا الضريبة. وقال لي إذا أردت أن تتصدى عليك أن لا تهرب. لذلك عندما دخل درع الجزيرة إلى البحرين وقام باعتقال الرموز وبدأت حملة الاعتقالات، أنا رجعت البيت مباشرة، أخبرت بيتنا كلكم طلعوا من البيت، كل واحد يلائم أغراضه ويطلع من البيت. فأخذنا كل الوثائق الرسمية، أخذنا الأمور المهمة من البيت، وكل أهلي خرجوا من البيت، أمي، خواتي، أخواني، والدي، وتوزعوا على بيوت الأهل، لأن من المتوقع جدا أن يداهموا منزلنا، خصوصا أنه قد دوهم منزلنا عدة مرات قبل الثورة. حينما أفرغنا المنزل، أنا رجعت بدون علم أهلي وبدأت أبات في البيت وحدي. في ثلاث ليالي الأولى مرت بسلام، الليلة الرابعة كان ويوم مداهمة المنزل. عندما جاءوا أنا كنت مستيقظ، عندما جاءوا إلى البيت كانوا مستيقظون، كنت أتوقع أنه في كل لحظة أنهم يجون، حتى أنه قبل مجيئهم بحوالي ساعة، ساعة ونص، جاء أحد أصحابنا في المنطقة وطرق الباب، خرجت إليه، كان عندي أمانة إليه، فهو قال لي وين الأمانة؟ فقلت لي الأمانة مي عندي، عند فلان، إذا الله سبحانه وتعالى أبقاني لغدا صباحا راح أجيب إليكم الأمانة، وإذا اعتقلت فخذ الأمانة من فلان. قال إذا تتوقع يعتقلونك ليش تبقى في البيت؟ فقلت لي أنا أريد أبقى في البيت يعني. فحوالي الساعة ثانية إلا ربع سمعت السيارات تتوقف على باب المنزل، طبيعة الحال في رهبة يعني، كان عدد السيارات كبير وكانوا مدججين وأصواتهم كثير، كان يعني سيارات عديدة، فكرت في الهرب، حاولت أن أهرب من خلف البيت، فشفتهم حاطين البيت من الجهة الثانية، كان بإمكاني أن أهرب من
أعلى المنزل. لكن تذكرت كلام الأستاذ، أستاذ عبد الله حسين، الله يفرج عنه، لو هارب كان أحسن. فبقيت يعني ما هرب، خلاص قررت أني أبقى وأتحمل وأواجه هذا المصير. وهذا ما حصل، دهموا المنزل بعنف، حطموا كل شيء في البيت، ودخلوا بشكل عنيف جدا، وجهوا الرشاش فلاش والأسلحة النارية في وجهي، وطلبوا مني أن أنبطح على الأرض، وقيدوني وبدأوا يسبون ويضربون ويأكلون، وبدأوا يحطمون كل محتويات المنزل. ومن هذا بدأت قصة السجن.